السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل جرثومة المعدة تصيب الأطفال الصغار أم لا؟ هذا السؤال شحال وانا كنقلب على الجواب ديالو. فاليوم يا مشاهدي الكرام جبت لكم الجواب، فباش نحيدو الشك باليقين وباش نقول لكم بأن واش الجرثومة كاينة عند الأطفال الصغار ولا ما كايناش. ما كتصيبش الأطفال الصغار، عندهم المناعة ما يكفي باش تحميهم من جرثومة المعدة. فيا مشاهدي الكرام باش تكون المصداقية دائما، الحمد لله كنتميزو بالمصداقية. غادي نعاود لكم على الابن ديالي اللي عمر ديالو تبارك الله ما شاء الله 4 سنين ونصف، هذه تقريبا 6 أشهر بدأ يعاني من ألم في البطن. قلنا في الأول شي بس ما كانش كلا شي حاجة ما مزياناش هي اللي ضراتو، بقى كيتقيا صافي الألم اختفى. مرة تقريبا واحد الشهر عاوتاني نفس الشيء، بدأ يشعر بالألم، ألم في البطن نفس الشيء. عاوتاني دازت المدة تقريبا واحد الشهر بدا كيحس بنفس المشكل، الألم في البطن بدا كيتقيا صافي ولا عاوتاني الألم اختفى. ديتو للطبيب، طبيب اختصاصي ديال الأطفال، فشافو قال الحمد لله ما عنده والو. عبر له الوزن ديالو الطول ديالو كل شيء ما شاء الله، كل شيء الأمور بخير وعلى خير. أعطاني بعض الأدوية قال لي خاصو يشرب هاد الدواء وإن شاء الله يكون خير. بقى كيستعمل هذاك الدواء، مهم شي شويه منهم حتى الدواء ديال فقر الدم، منهم سي فيتامينات باش يتقوى شي شويه. بقى كيستعمل هذاك الدواء تقريبا واحد شويه بحال بدا كيتزاد في الوزن ديالو صافي. قلت الحمد لله امور بخير وعلى خير. فبالحاح مني قلت له في حاله الى ما براش وخا شرب هذا الدواء هذا ولا كيتشكى من البطن ديالو من الالم بالبطن ديالو. قال لي الى ما براش نطلب منك غدير له واحد التحاليل، تحليله ديال الهيليكوباكتر بيلوري وتحليله ديال كاب بروتكتين فيصال. هاد التحليله هادي ديال المصران، يعني تحليله ديال المعده وتحليله ديال المصران. فبقات الامور بخير ولا خير، واحد شويه عاوتاني ولا بدا كيجي الالم، فشويه هدن عليه. عاوتاني داز واحد 15 يوم ولا 20 يوم عاوتاني نفس المشكل، الم فظيع. هاد المره الاخرى الم فظيع في البطن وكيتقيا، كيبقى يتقيا 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 والالم تقريبا اليوم الاول دارت نفس القضيه اللي موالف كندير، شويه ديال الزعتر شويه ديال الكمون سخلو كرشو صافي الالم مبغاش يختفي. تقريبا اليوم الاول اليوم الثاني 3 ايام فديتو للمستشفى. شنو طلبوا مني المستشفى؟ طلبوا مني ندير تحليل ديال الدم NFS CRP ليبازيمي، هادو هما التحاليل اللي طلبوا لي نديرهم. فهاد التحاليل هادو خرجوا مزيانين الحمد لله. اي حاجه يا مشاهدي الكرام ها هي التحاليل ديالهم، خرجوا كل شيء مزيان. هاد التحليله هادي ديال NFS غير للوضوح، NFS يعني ديال المكونات ديال الدم، داك الجلوبيل روج الجلوبيل بلون الكريات الحمراء الكريات البيضاء، واش عنده نقص الدم واش ما عندوش نقص الدم، CRP ليبازيمي البنكرياس واش مزيان، الكبده واش مزيان، يعني الامور كل شيء مزيان كل شيء بخير ولا خير. واش عنده هذا CRP هي كتعني واش الا كان شي التهاب ولا ما كاينش، ها هي 6.30 ملغرام باليتر، هي نورمال خصها تكون قل من 10 يعني مزيان. فشافوها قالوا لي بان ما عنده لا التهاب ما عنده حتى شي حاجه، البنكرياس ديالو مزيان، لي باس سيريك مزيان، يعني الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. فهنا والالم مازال الطفل يعاني من الالم في البطن، طلبوا مني ندير واحد التحليله واحده اخرى. فبعد ذلك طلبوا ندير واحد التحليله واحده اخرى فيغ سيفو بلاي او سي بي يو، هاد لو سي بي يو هي التحاليل ديالها، ها هما خرجوا التحاليل كلشي ابسونس 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 استغيل ابري 48 ا ليتيف. يعني هنا التحليل ديال النبوله التحليل ديال البول خرجت مزيانه، يعني حتى البول الا كان فيه شي ميكروب كيدير الالم في البطن، فالتحاليل ديال البول مزيان. فطلبوا مني واحد التحليل واحده اخرى، فمن بعد هاد التحليل ديال لو سي بي يو طلبوا مني ندير التحليله ديال غليسيمي اجون هي ديال السكر. انا غادي تشوفوا النتيجه يا مشاهدي الكرام، يعني اي حاجه بالدليل كنهضروا بالدليل. غليسيمي اجون ها هي غليسيمي اجون 0.84 غرام بار لتر،
هي خاصة تكون ما بين 0.70 و 1.10، يعني الحمد لله ما عنده لا سكر ما عنده حتى شي حاجة. شنو طلبوا مني؟ فهنا واحد التحليلة، واحد التحليلة خرجت الأسيتون 3 ديال زائد 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 البروتين زائد. فهنا هذه هي التحليلة اللي خلاتهم يطلبوا مني ندير التحليلة ديال الجليسيمي أجن، التحليلة ديال السكر. التحليلة ديال السكر خرجت مزيان الحمد لله. إذا شنو اللي بقى؟ بقى قالوا لي خاصك دير الليكوغرافي للبطن كامل، يعني التلفازة باش نديرها له الكرش ديالو. فدرت التلفازة، معليش تصور انا ندير التلفازة، درت التلفازة خرجت الحمد لله مزيان، كل شيء مزيان، كل شيء بخير وعلى خير. فالدكتور قال لي بأن ربما يكون كلا شيء تسمم، ربما ماشي حاجة ما وافقتوش، هذا هو اللي كان. رجعت للتحليلة اللي كان طلب مني الدكتور السابق، الدكتور ديال الأطفال، طلب مني ندير واحد التحليلة اللي هي كما قلت إليكوباكتر بيلوري اش بي دوليسيل، وطلب مني كالبروتكتين فيصال. فيا مشاهدي الكرام ها هما النتائج ديالهم. عند معكم كالبروتكتين فيصال 136.60، كالبروتكتين فيصال 136.60 ميكروغرام بار لتر. هي خاصة تكون يعني كاينة متراوحة ما بين 50 و 200، الحمد لله مزيان، يعني الحمد لله مزيان، ماشي بوزيتيف ماشي إيجابية. التحليلة ديال لونتيجين اش بي، لونتيجين اش بي إليكوباكتر بيلوري دوليسيل، جرثومة المعدة في البراز ديالو، هذه التحاليل راه درتهم ديال البراز، خرجات 0.10، 0.10 خاصة تكون إلا كانت كبر من 0.05 ميكروغرام بار لتر راه بوزيتيف، إلا كانت قل من 0.05 ميكروغرام بار لتر بار مليلتر راها نيجاتيف، يعني سلبية. هو عنده 0.10، 0.10 يعني كبر من 0.01 يعني بوزيتيف. ها هي المشاهدين كيف كتشوفوا، بوزيتيف إيجابية، مع الأسف النتيجة خرجت إيجابية، يعني طفل مصاب بجرثومات المعدة. هذا هو اللي بغيت نوصل من هذا الفيديو. فيا مشاهدي الكرام ما تغفلوش على الأبناء ديالكم، جرثومات المعدة معدية، هذه واحد العامين تقريبا طبيب ديال الأطفال ني سولته على جرثومات المعدة قال لي انسى الموضوع، جرثومات المعدة لا تصيب الأطفال الصغار، انسى هذا الموضوع. قلت له ودي راه بحكم انا راه كنت بوزيتيف ونقدر نكون وصلت نقلتها للوالد ولا شي حاجه، وحتى الام ديالو حتى هي كانت بوزيتيف تقديني نقدر نكونوا لصقناها فيه. قال لي لا 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 هذا الشيء ما يمكنش، الاطفال الصغار ما في لا جرثومات المعده ولا والو. قال لي نساها شي حاجه سميتها جرثومات المعده. فهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم يا مشاهدي الكرام، كنتمنى الفيديو يعجبكم ونشروا هذه المعلومه، الله يجزيكم بخير، نشروا هذه المعلومه لان هذه راه معلومه غامضه، راه شحال من واحد كيقول لك جرثومات المعده ما كايناش، ما كايناش، لا تصيب الاطفال الصغار. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.